Thank you.
هذا قال أخوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معي قائد الطائرة محمود الحواسي نيابة عن الخطوط الجوية القطرية وجميع أعضاء الطاقم مع المرافقين لنا في هذه الرحلة. أود أن أرحب بكم على منطقة 777 والقاصد بنا بعون الله ومشيئته إلى مطار الدوحة حمد العالمي. رحلتنا هذه سوف تتطرق حوالي 9 ساعات و5 دقائق، نتابع بكم إلى ارتفاع 232 فقط، ثم بعد ذلك التدريجين إلى 36 فقط. الأحوال الجوية جيدة جدا خلال الرحلة، توقع بعض الأزات الخفيفة من الهيئة إلى الأحوال. أود أن أشكركم على حسن اختياركم الخطوط الجوية القطرية، وسوف أتحدث إليكم قبل بداية النزول إلى مطار الدوحة. كما أود أن أعلمكم أن لبس الكمامات هو أمر ضروري وإلزامي داخل الطائرة وكذلك مطار الدوحة حمد العالمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ladies and gentlemen, good evening. This is your captain speaking. My name is Mahmoud Al-Hawasi. On behalf of Qatar Airways and all the crew members with us today, I would like to welcome you aboard. This is the Boeing 777. Flight time will be around 9 hours and 5 minutes. And will be climbed to an altitude initially of 32,000 feet and thereafter gradually climb to 36,000 feet. Weather generally is good to the route as well as destination Doha. Expecting some light bumpiness from time. I would like to thank you for choosing Qatar Airways, and I'll be talking to you just before the top of descent to destination. At the same time, I would like to remind you that wearing the face mask is mandatory inside the aircraft as well as Doha Hamad International Airport. Thank you. Jump in, Rosie. There is it.
كابتن محمود بقي افراد طاقم. رحب بحضرتك بحركه 933 وتنشد لنا قطر حمد دري بالدوحه. قطر ورحب ترحب بخاصه تحالف العالم الشيكي مع دوت كوم. قطر خربت هذه الرحله ان سلامتكم تعتمد على الله سبحانه وتعالى. اسئله فاشله صارت معكم ولا تعلقوا الخدع هذه الرحله التي تقصد بها قطر يلتفت كون لكم رحله بشكل كامل وضع الالتزام. كما تتعلم خدمات مؤقتة السماوات الأخيرة على حمل وزارة الحماية الشرطة على أكمل الوقت ولد ومعقم. يجب التزام وزارة كما متوعد الرحلة على الدارة إلا تدع الطعام أو الشراب. كما يجب أيضا استمرار وزارة كما سنتر القوام الطائر حتى يكون النبي شاء الله تعالى. تلاحظون أيضا أفراد طاقة الذي يفرض المحلة الحماية الشخصية لدى من توفير أفضل مستوى السلام والوقاية لحضراتكم. نرجو منكم عدم التردد في التواصل مع طاقم الضيافة عند الحاجة لمشاهدة. شكرا لحضراتكم ورحمة الله تعالى وعونه.